برحب بيك كابتن خالد العوضي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان هنا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل. وعقب انتهاء مباراه النادي الاهلي ونادي الشمس في دور الثمانيه للبطوله الافريقيه للانديه ابطال الدوري لكره الطايره سيدات، معايا ومعاكم النهارده وانتهاءها بفوز النادي الاهلي النهارده، بنبارك للنادي الاهلي جهاز فني ولاعبين ومجلس اداره اكيد. معايا ومعاكم النهارده كابتن تهاني توصل المدير الفني لنادي الشمس وكابتن حمد الصافي. كابتن تهاني في البدايه برحب بيكي وهارد لك على الماتش النهارده، اديته ماتش اكثر من رائع، ولكن النهارده يعني شرفته النهارده نادي الشمس، تعليقك النهارده على اللقاء ونتيجه اللقاء والاداء. اهلا بيكم ومبروك للنادي الاهلي طبعا، وكعادته في صاله النادي الاهلي لازم الاهلي بيكسب. نادي الشمس حاولنا ان احنا نكون على قد مستوى اللقاء، كان الشوط الاول مقفول يعني جيم في الملعب، لكن خبره النادي الاهلي رجحت كفه الفريق، واعتقد دي مباراه هتبقى كويسه للنادي الاهلي في طريقه في حسم البطوله واستعداد كويس للمباراه الجايه، وربنا يسهل كده والاهلي يحافظ على اللقبين. كابتن تهاني الشوط الاولاني شفنا نديه، شفنا اداء اللقاء الشوط الاولاني خلص 27-25، ولكن لقينا تذبذب في الاداء في الشوط الثاني والثالث، تعليقك؟ هو فرق خبرات يعني، الاهلي مستعد قبل البطوله في معسكر خارجي ولعب ماتشات كتير، نادي الشمس اللاعبات صغار السن اغلبهم 18 و17 سنه، فاعتقد ان يعني الخبرات بتحكم في المباريات الكبيره اللي فيها جمهور وحضور جماهيري كبير وبطوله كبيره، فاعتقد ان هم بمرور الوقت يكتسبوا خبرات ويبقوا على قد الحادث اكتر من كده. وطبعا النادي الاهلي في ملعبه بيبقى صعب الفوز عليه، لكن اعتقد ان شاء الله ان فريق شمس ان شاء الله في الايام الجايه هيبقى كويس، ان شاء الله يبقى احسن، وبنبارك للنادي الاهلي وان شاء الله يكسب البطوله يعني. هارد لك يا كابتن وبالتوفيق في جميع المباريات المقبله. ان شاء الله، شكرا، ربنا يخليك، ميرسي. ومعانا ومعاكم دلوقتي كابتن حمد الصافي. يا كابتن خالد اتفضل. عايز اسال كابتن تهاني على حاجه لو سمحت. ثواني كابتن تهاني، ممكن معانا دقيقه واحده؟ اتفضل يا كابتن خالد. بس عايزين نسال كابتن تهاني على النهارده قابلت الماتش ازاي مع جمهور الاهلي في ملعب صاله النادي الاهلي قدام كابتن حمدي الصافي زميل الملاعب برضو في وقت اللعب، هم كانوا كباتن كبار، قابلت المباراه ازاي؟ بشعورها كان ايه وهي واقفه في صاله النادي الاهلي؟ كابتن تهاني، كابتن خالد العوضي اكيد بيمسي عليك الاول وبيقول لك النهارده كان شعورك ايه وانت بتواجهي جمهور النادي الاهلي الحبيب النهارده وانت احد اساطير النادي الاهلي، وكمان كابتن حمد الصافي هو زميل الملاعب، كان شعورك ايه النهارده؟ والله الموقف كان صعب في بدايه اللقاء يعني، بس بعد شويه الموضوع بقى اسهل شويه، لكن طبعا اللعب في صاله النادي الاهلي بيرجع ذكريات كتيره لبطولات كتيره ومكاسب كتيره مع النادي الاهلي، والفانله الحمراء طبعا العشق الاول يعني، فكان صعب شويه بس الحمد لله عدت يعني. كابتن تهاني بشكرك شكرا جزيلا، تعبناكي وهارد لك وبالتوفيق ان شاء الله في جميع المباريات المقبله. كلمك ربنا يخليكم، مبروك للنادي الاهلي.